فالسوجي هذا غادي نتلاتة واحد السوجي مهم ديال كيفاش يمكن لك انك تعالج راسك من بعد الانفصال او البريك اب، وشنو هما الخطوات اللي يمكن لك ديرهم باش تخرج راسك من ديك القوقعة الظلامية اللي كتدخل فيها من بعد الانفصال. خصنا نفهموا بعدا واحد الحاجة، باللي الانفصال شي حاجة عادية، ماشي انت ولا الاول، ماشي انت الاول ولا الاخر اللي غادي يتفرق او غادي ينفصل مع شي حد كيبغيه، فهذه حاجة طبيعية. يمكن الوقت ما بغاش تخليكم مع بعضياتكم، واش قد تكون مور موراها شي حكمة ديال ان الله مخبي لك شي انسان محسن من هذاك الانسان اللي كان معاك. يمكن ان ذاك الانسان كان مزيان ليك، ما الوقيته اللي تلاقاتك به الوقت ما كانش مناسبه، يمكن من هنا لقدام تلاقيكم الوقت في طون اخر وتكون تم موجود، هي موجوده بغين غولاسيون اللي تكون حسن وحسن وحسن. ويقد ان الله بغى يتست الصبر ديالك، ولا بغى يتست الصبر ديالها في بزاف ديال الحوايج من ضمنهم الالم العاطفي. حيتاش دابا نقول لكم واحد الحاجه، بزاف ديال الناس ما فاهمينش الدوغري ديال الالم العاطفي، فهو من اصعب الالام اللي يمكن يعيشه من الانسان هو الالم العاطفي. فهذاك الشيء علاش ركزوا معايا في هذا الفيديو مزيان. الواحد الانسان فاش يلا كيتفرق مع واحد البيرسون كيبغيها، كيدخل في واحد الشوك، واحد الصدمه خايبه بزاف، ما كيكونش متيق، ما كيكونش متيق هذاك البلان ديال انه هذيك اللي كانت معاه واللي كان كيبغيها وكان كيموت عليها ما بقاتش معاه، وكيقول في راسو واش فريمون انا ما بقيتش مع ديك لا بيرسون، واش هذيك لا بيرسون غتمشي دابا مع واحد اخر، غتولي مع واحد اخر. هذيك هي ديك فتره الصدمه، وهذه حاجه طبيعيه يدخل فيها الانسان، واخا تكون قلبك من الحجر راه ضروري ما تدوز من هذه الفتره ديال انك ما فاهم والو. اي كيسولوني بزاف ديال الاسئله الناس ديال شكون اللي كيكون، شكون اللي كيعاني اكثر، واش الراجل ولا المراه. انا ما نقولش لكم شكون اللي كيعاني اكثر، مي لا بلوبار ديال الدراسات كتقول بلي الراجل كيطيح في ديبريسيون اكثر من المراه. علاش؟ حيتاش اغلبيه ديال لي ديسيزيون ديال البريك اب كتجي من الراجل، يعني الراجل هو اللي كياخذ القرار ديال الانفصال ماشي المراه. فالراجل اللي كياخذ القرار ديال الانفصال كيكون فرحان في الاول، كيكون عايش حياه الرفاهيه بحال ما كاين والو، مي ابخي كيتنادم مع الحال. يمشي كيتنادم مع الحال هو نهار ملي كيشوف هذيك لا بيرسون تخطاتو ولات عايشه بخير. المهم دخلوا السوجي ديالنا، كيفاش يمكن لك انك تخطى المرحله ديال البريك اب. اول حاجه هو انك خصك تقبل الواقع، تقبل ان ديك لا بيرسون اللي كانت معاك ما بقاتش معاك، هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو تبعد على البلايص في كنتو كتلاقاو انت وياه، يعني مثلا كنتو كتلاقاو في واحد الكافي اكس ما تبقاش تمشي ليه واحد المده معينه، ما تبقاش تمزك ديك المزيكا اللي كنتي كتمزك لها انت وياه. هذاك الشيء ديما كيخليك انك قلبك يزير فما كتسمع ديك المزيكا. ثالث حاجه حاول انك تمسح اي تصويره ولا اي فيديو جامعك بديك الانسانه، محي نهائيا، حيتاش ما حدك وانت باقي حاط لي فيديو ديالك وتصاور ديالك ما عمرها غتحيد لك من دماغك. رابع حاجه ما تبقاش تجسس عليها، يعني ما تشوفهاش مثلا، انت ما تشوفيش شنو كيدير، يعني شنو كيبوستي، شنو كيلوح في لي ستوري. وخا التجسس بحال الدروغ، راك تولي بدا تجسس، غتولي في الدم ديالك، ما يمكنش انك تبعد، خصك تولي ديما تجسس. وحاجه اخرى هو انك حاول انك دير شي اكتيفيتي في حياتك، دير سبور، تعلم شي سكيلز، تعلم مثلا طيب، دير فوتوغرافي، تمشي تسافر. السفر كيداوي، السفر من احسن لي سوليسيون باش الانسان يتخطى مرحلة البريك اب. فداك الشيء علاش اول حاجة هو خصك تعرف او تفهم بلي هذه حاجة طبيعية كيدوز منها الانسان. مرحلة الانفصال واحد المرحلة اللي عادية، وخصك تعرف بلي انت ماشي الاول ولا الاخر اللي طرا لي هذا الشيء. وحاجه اخرى راه مت الا جاكم شي واحد وكيعاني بحال هكا، خصوصا في الشق ديال الرجال، الا جا عندك عشيرك وكيعاني من هاد البلا ما تصدوش، يعني ما تنهروش ولا ما تقولش لي راه دير حاجه عاديه. انت راه انت براسك كتقول لي هاد الهضره، انت براسك راه مريت ديك السيتوياسيون وبغيتي انك تسهل، ما تبسطهاش لي، بالعكس اسمع لي
حاول انك تداوي بالهضره، حاول انك تبقى معاه، تخرج معاه، تواسي، حيت راه مرحله خطيره هي. راه كاينين بزاف ديال الناس اللي داروا شي حوايج فريوصا بسبب انهم ما لقاوش يساندهم في ديك الوقيته. راه كاينين دابا معالجين نفسانيين في هاد التروك هذا، يعني راه ماشي شي حاجه، ماشي شي حاجه عاديه. وما بقاش في انك يكون عندك قلب قاصح وكذا. راه شوف، راه واخا تكون ما عرفتش كي داير، راه صراحه انا فوا لا بلا بيرسوناليتي، الحاجه الوحيده اللي انا كنقول بلي ان الى انسان ديسيدا باش يتفرق عليك باش تبقاش لاصقو، اعطيه اتساع صافي، مشي في حالاته. المهم هو انك تواسيه وتساندو في ديك المرحله حتى يتخطاها، ابخي راه صافي، راه كيتعالج، راه الوقت كيعالج اي حاجه. هادشي اللي كاين.